فقرة الفنون الجميلة نستهلها من سويسرا، لكن هذه المرة بروح سورية قامشلية، مع شخصية ملهمة جمعت بين الفن التشكيلي والكتابة والأدب. بداية جميلة خالد، وأنا أتشرف أن يكون معنا عبر سكايب الفنان السوري دلدار فيلمس. مرحبا بك معنا، ونشكرك على قبول دعوة تلفزيون العربي 2. شكرا لكم، شكرا للاستضافة، أكيد أنا سعيد بوجودي معكم. بداية، هل لك أن تعطينا نبذة عن أعمالك الفنية ومعارضك؟ هلا عموما انا من عام 2000 كل سنه بعمل معرض، سواء لما كنت بسوريا او ب 2016 جيت على سويسرا. كل سنه عندي معرض او اكثر، فهذا هو بمجمل بشكل عام تجربتي. باضافه انه انا عندي مجموعتين شعريين، باضافه انه عندي كتاب وثائقي اسمه ألم الأمهات السوريات، باضافه الى كتاب اسمه تاريخ الرسم. نعم، ولو تحدثنا أيضا عن تجربتك في تصميم أغلفة الكتب والمجلات وغيرها من الأعمال، كيف تستلهم ذلك؟ هلا هو انا كثير بموضوع اني بموضوع تصميم الأغلفة الكتب كثير انا مقنن، يعني بناء تحت طلب الاصدقاء بصمم أغلفة الكتب، علما بجد التصميم على الفوتوشوب والجرافيك بشكل جيد، بس مو يعني ما كثير تهويني، يعني انه انا كثير بحب الفنون البصريه المسموعه اللي فيها حركه اللي فيها اكشن، يعني فبصمم أغلفة ما بين فترة وفترة بناء على طلب الأصدقاء. أحيانا في بعض الأصدقاء هن بيشوفوا اللوحات على صفحتي على الفيسبوك بيطلبوا أني أعطيهم إذن باستخدام اللوحة، فيما بعد الأمر بيتطور أنه يا ريت تساعدنا بالتصميم، فبساعد، يعني ما بتردد بهذا الموضوع. نتحدث الآن ضيفنا الفاضل، أي جسر تختاره للاجتياز من الفن التشكيلي إلى الكتابة؟ هلا عموما انا ما بتغوي، انا عملت بفترات السابقه مع شركات انتاج تلفزيونيه ايضا، بس انا ما بتغويني مثلا كتابه الروايه، ما بتغويني كتابه القصه، ما بتغويني كتابه المسرح. الشعر والرسم اثنين فنون فرديه، وجهه نظر فرديه اكثر، فهي يعني بتنقل ما بين الشعر والرسم، فبشوف هذا الخيط الرفيع ما بين الشعر والرسم قوي أكثر من باقي الفنون، فلذلك عم بكتب شعر وعم برسم. نجتاز إلى ضفة أخرى، حدثنا عن المبادرة التي تستحق التثمين والتي بدرت بها من خلال جمع أعمال العديد من الفنانين، طبعا من خلال حساباتك على وسائط التواصل الاجتماعي نجول ونصول في معارض ونتعرف عن كثب على العديد من القامات الفنية حول العالم، حدثنا عن هذه المبادرة. هلا هي المبادرة بلشت تقريبا بحدود سنة، وأنا وقفت كل نشاطاتي على الفيسبوك وعلى انستغرام، حولتها كلها على اليوتيوب، إنه أنا عندي خبرة بالمونتاج وعندي خبرة بالمكساج، فأنا هي دعوة، كان برنامج عابرو الحدود، فأنا وجهت دعوة لكل الناس، يعني لكل الناس موجودين بكل العالم الناطقين بالعربية أو الفنون البصرية، في بعض الحلقات من الناس الألمانيين أو السويسريين كمان موجودين، والبادرة لقت اقبال شديد عند الناس، انه بهذا المجال تحديدا في فقر، يعني كل القنوات اليوتيوب او اليوتيوبر بتجه لاشياء انيه، اللي بيجيب المشاهدات بشكل سريع، اللي بيجيب المشاهدات بشكل اقوى، فانا حبيت اعمل شيء ثقافي، يعني في ناس بيقول هي مكتبه بصريه، في ناس بيقول هي مكتبه شعريه، فانا جمعت بهذا الموضوع وانكتب عنا بوقتها بالصحافه، يعني بعدد من الصحف المهمه من قدس العربي، فلقى اقبال عند الناس انه في ناس بحاجه لواحد يقدم خدمه للمنتج تبعهم، للشيء اللي عم بيشتغلوه، سواء كان شعر او لوحه البصريه او ماده قصصيه ينقرا صوتا، فهي كانت البادره فرديه مني، وما زلت انا مستمر فيها، يعني بهذا القناه حققت يعني اعتقد قبول عند الناس ورضا عند الاخرين بهذا الموضوع، لذلك عم بستمر في الموضوع. قبل الختام الفنان دلدار، لو تحدثنا قليلا عن المعارض التي تحييها بصفه دوريه في سويسرا.
هلا انا بعام 2000 وعام الماضي انا قمت معرضين، معرض في زيورخ ومعرض في بازل. حاليا انا عم بحضر لمعرض ضخم لشهر بشهر السادس في متحف. فانا كان عندي مشروع انه كل يوم عم برسم لوحه، فبعدني مستمر انه كل يوم عم برسم لوحه، فبيصير عندي عدد من اللوحات الكبيره، عدد ضخم من اللوحات. فلذلك عند السويسريين بصراحه انا ما رحت لعندهم، بمعنى انه انا بدي اعرض عندكم. المؤسسات هن بيطلبوا اني اعرض عندهم، فانا بوافق. يعني انا الرسم عندي شغله، لما برسم بيعمل لي توازن، لما بعرض للناس بيعمل لي تواصل اكثر. يعني الجميل انه الناس بيجوا بيشوفوا لوحتك بيقتنوها، فهذا الامر جيد يعني. وانا ما بستغرب انه انا بعرف في اشياء ما بتصير بشكل سريع، يعني بدها صبر، بدها طولة البال لتوصل فكرتك، لتوصل رؤيتك. يعني بأوروبا مو صعب انك توصل رؤيتك وفلسفتك. انا بقدم حالي كسوري ككردي، بقدم ادواتي الشرقية، ادواتي اللي انا بفتخر فيها وما بستغنى عنها. يعني بستفيد من كل التكنيك البصري الموجود للوحة، بس في النهاية بقدم حالي كدلدار عاش بأرياف محافظة الحسكة، باخذ هاي المفردات بشكل عصري مو بشكل ريفي. يعني ما برسم امرأة بتعزف ناي او امرأة بتعزف آلة موسيقية، ما لا، بقدم رؤيتي وذاكرتي البصرية واستفادي بشكل الخاصة بشكل معاصر. نعم، الفنان التشكيلي السوري دلدار فيلمس كنت معنا عبر سكايب من زيورخ السويسرية، شكرا جزيلا لك.